الترجي في نسخة دوري الأبطال طبعا السنة دي يا طبعا كابتن خالد، تابعتهم هم نسخة طلعوا. الترجي دي نسخة قريبة من الأجيال السابقة. أنت عارف طبعا الأهلي الترجي ديربي طويل جدا في مواجهات أفريقيا. نسخة الترجي دي هي الترجي اللي شفناها قبل كده في أكتر من جيل، ولا شايف إن في اختلاف؟ لا في اختلاف طبعا، في اختلاف. المستوى قل، يعني مستوى قل. الترجي الفني لا قليل عن السنين اللي فاتت، أي. ويمكن المباراة الأخرانية أمام شباب بوليسداد وقدر إن هو يكسب، خسر 2-0 في الجزائر وكسب 2-0 ولعبوا ضربات الجزاء، هو يعني عدى الدور دوما بضربات الجزاء. ولكن لو اتكلمنا على المستوى الفني بتاع الترجي لا أقل من السنوات السابقة وهو في المتناول. أهم حاجة إحنا ما عندناش مشكلة مع أي فرقة. أيوة. احنا اهم حاجه ان احنا نكون في حالتنا واللعيبه تكون في قمه تركيزهم وقمه عطائهم داخل الملعب، لو الكلام ده هيكون موجود مش هيكون عندنا مشكله معايا فرقه باذن الله. ينفع نقارن كره سان داونز بكره الترجي؟ لا سان داونز كورتهم احلى احلى، وخد بالك برضو من الفرق الثقيله. احنا الحمد لله، وانا يعني في بدايه كلامي قلت لك النادي الاهلي فرقه كبيره. ليه؟ لان حتى احنا في بعض المباريات لما بيكون الاداء غير مقنع برضو بنكسب. أيوة. وهي دي يعني قيمة الفرق الكبير. إزاي وانت أدائك مش كويس قوي، مش في أحسن حالاتك بتقدر تكسب. فرقة سان داونز لا كمستوى فني وعلى المستوى الفني الجماعي والفردي لا أحسن من الترجي. طيب احنا